منتخب ناميبيا اتعادل مع مالي بنتيجة 0-0 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم أفريقيا، وضمن منتخب ناميبيا التأهل للدور 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية ضمن أفضل توالت وتصدر منتخب مالي جدول ترتيب المجموعة الخامسة ورصيد 5 نقط. ومنتخب تونس ودع بطولة كأس أمم أفريقيا بعد ما تعادل مع منتخب جنوب أفريقيا بدون أهداف، وده في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات. ورفع منتخب تونس رصيده لنقطتين في المركز الرابع بالمجموعة الخامسة، ووصل رصيد جنوب أفريقيا ل4 نقط في المركز الثاني. جلال القادري أعلن استقالته من تدريب المنتخب التونسي بعد توديع نسور كارتاج بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والمقامة حاليا في كوت ديفوار، وأكد القادري أن عقده انتهى مع منتخب تونس بمجرد توديع البطولة الأفريقية. رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم أعلن رحيل المدير الفني للمنتخب الأول جمال بالماضي بعد ما ودع منتخب الجزائر بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 من دور المجموعات للنسخة الثانية على التوالي. الاتحاد الغاني لكرة القدم أعلن بشكل رسمي إقالة كريس هيوتن من تدريب البلاك ستارز بعد فشله في تحقيق أي انتصار ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 ووداع المسابقة من دور المجموعات. كمان منتخب اليابان فاز على منتخب إندونيسيا بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب استاد فماما في ختام مواجهات دور المجموعات في الأمم الآسيوية، وتأهل منتخب اليابان للدور الثاني من البطولة بعد وصوله للنقطة الستة في المركز الثاني، وتجمد رصيد إندونيسيا عند 3 نقط في المركز الثالث. كمان منتخب العراق فاز على منتخب فيتنام بنتيجة 3-2 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب جاسم بن حمد ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا، وتأهل منتخب العراق للدور 16 من بطولة كأس آسيا متصدر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقط، وكده ودع منتخب فيتنام البطولة بلا أي نقاط.